As we mentioned before, that the biological, the organic molecules of the biological system are divided into carbohydrates, fats, proteins, and nucleic acids. These are the only organic molecules present in the biological system. فبالنسبة للمركبات التي العضوية الموجودة ضمن النظام البيولوجي هي أما أنه تكون على شكل دهون fats أو lipids أو تكون carbohydrates أو تكون protein أو تكون nucleic acid. If we look at this slide shows the main four types of the organic biomolecules. احنا نعرف انه البيومولكيولز اما انه تكون على شكل organic او inorganic compounds. اغلبية البيومولكيولز بالجسم هي على شكل organic compounds. And there are four main organic compounds present in the biological system. هنالك اربع انواع من المركبات العضوية اللي موجودة ضمن النظام البيولوجي. واللي هي الكربوهيدرات اللي هي السكريات، البروتينز واللي هي تتكون عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية واللي هي البروتينات، والليبيدز اللي مثل ما نشوفها أو الفات، وأيضا عندنا النيوكليك أسيد. إذن إحنا عندنا فقط أربع أنواع من المركبات العضوية في البيولوجيكال سيستم، أما أنه تكون سكريات أو اللي هي كربوهيدرات أو بروتينات أو ليبيدز أو نيوكليك أسيد. فنجي على أول واحد هو الكربوهيدرات أو السكريات. الكربوهيدرات الكربوهيدرات are organic molecules composed mainly of carbon, hydrogen and oxygen. إحنا قلنا بأنه المركبات العضوية أما أنه تكون oxygenated or non-oxygenated. المركبات العضوية بصورة عامة شرطها حتى يكون المركب عضوي أنه يحتوي على الكربون والهيدروجين، لكن الكربوهيدرات هي oxygenated hydrocarbons تحتوي على الكربون والهيدروجين والأكسجين. They are usually with hydrogen to oxygen ratio of 2:1. دائما بالكربوهيدرات نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين هي 2:1. هذه النسبة تكون ثابتة. Thus their empirical formula is CmH2O(n). الصيغة الجزيئية إلى الكربوهيدرات ممكن نعبر عنها بالCmH2O(n). M هي تشير إلى عدد ذرات الكربون، وN هي عدد مرات التكرار إلى الهيدروجين والأكسجين، ونسبة الهيدروجين إلى الأكسجين هي ثابتة بالكربوهيدرات هي 2:1. Chemically, carbohydrates are polyhydroxyketones or aldehydes. من الناحية الكيميائية الكربوهيدرات هي عبارة عن polyhydroxyketones، عبارة عن مركبات كيتونية أو ألديهايد. قلنا الكيتون هو يحتوي على كربونيل جروب in the middle of the structure. الألديهايد الكربونيل جروب اللي هي الكربون ويا أكسجين دبل بوند in the peripheral in the periphery. يعني البريفيرال كربون هي اللي تحمل الدبل بوند أكسجين. فهي بها ألديهايد تكون بها ألديهايد جروب أو كيتون جروب، وتكون بولي هيدروكسي كومباوند يعني تحتوي على عدة هيدروكسيل جروب أو عدة OH. طبعا الكربوهيدرات لها سينونيم اللي هي السكرايتس واللي احنا بالعربي نسميها بالسكريات. الكربوهيدرات they are composed of carbon, hydrogen and oxygen as any oxygenated hydrocarbon، يعني بها اكسجين وكربون وهيدروجين. الامبيريكال فورمولا مالتها هي CmH2O by N، فالM refer to the carbon and N refer to the number of repetitions of H2O. الصيغة الجزيئية لها هي CmH2O by N. الM تشير إلى عدد ذرات الكربون، لكن الN تشير إلى عدد تكرار الهيدروجين والأكسجين، ونسبة الهيدروجين والأكسجين هي ثابتة، نسبتها دائما 2:1. من الناحية الكيميائية الكربوهيدرات هي عبارة عن بوليهيدروكسي كيتونز أو ألديهايدز، تنتمي الكربوهيدرات إلى الكيتونات أو الألديهايدات، وأيضا تحتوي على عدد من الهيدروكسيل جروبس.
فهنا عندنا بالنسبة للكربوهيدرات هذا التركيب مالتها، فنشوف انه دائما بالتركيب الكيميائي للكربوهيدرات هي سلسلة من المركبات العضوية اللي الكربون مالتها يحتوي على هيدروكسيل جروب، هي بولي هيدروكسيليتد. ليش؟ لان نشوف اكثر من هيدروكسيل جروب ترتبط بها، وتحتوي ايضا على كربونيل جروب. هذه الكربونيل جروب هي عباره عن كربون، it is a carbon attached to oxygen by double bond. If we look at these structures, we see that carbohydrates are polyhydroxylated ketones or aldehydes. The polyhydroxylation is obvious here, as we see that each carbohydrate molecule is attached to more than one hydroxyl group. يعني كل واحدة من هذه تحتوي على أكثر من hydroxyl group. And also they are endowed with a carbonyl group. Either sometimes this carbonyl may be found in the periphery. أيضا تحتوي على مجموعة الكربونيل. هذه الكربونيل أما أن تكون في مكان طرفي فتكون الديهاي، وبالتالي ينتمي الكربوهيدرات إلى الالديهايدات، أو تكون في مكان وسطي وبالتالي تنتمي هذا الكربوهيدرات إلى الكيتونات. فإذا الطبيعة الكيميائية للكربوهيدرات هي polyhydroxy ketones or aldehydes. ليش تكون polyhydroxy؟ لأنه التركيب مالتها يحتوي على أكثر من hydroxyl group، وتنتمي إلى الكيتونات أو الالديهايد لوجود carbonyl group اللي هي كربون تتصل بأكسجين بآصرة ثنائية. وهذه أما أنه تكون طرفية وتؤدي إلى تكوين الالديهايد، أو تكون في وسط المركب وتؤدي إلى تكوين الكيتونز. Carbohydrates are classified into simple and complex carbohydrates according to the number of monomers present in their structure. طبعا الكربوهيدرات هي ايضا هي عباره عن بوليمرز، واحنا شرحنا قبل قليل ما هي البوليمرات. البوليمرات هي عباره عن sequence of monomers and repeated patterns of monomers، يعني هي عباره عن سلسله من المونومرات، وهذه تكون المونومرات اللي تكون متشابهه فتعطينا فد repeated pattern of monomers. وشبهناها ايضا بالسبحه اللي تحتوي على الخرز المتشابهه، فالبوليمر هو نقدر نشبهها بالسبحه نفسها، والمونومرز هي البيتس اوف ذا روزري، يعني الخرز مال هذه السبحه. الكربوهيدرات تنقسم الى قسمين، اما انه تكون سكريات بسيطه they are classified into simple or complex carbohydrates، او سكريات معقده. هذا التقسيم الى بحيث قسمناها الى سكريات معقده وسكريات بسيطه اعتمادا على عدد المونومرز according to the number of monomers present in their structure. Generally simple carbohydrates are composed of only one monomer. السكريات البسيطة تتألف من مونومر واحد، لكن بالنسبة للسكريات المعقدة لا، تكون على شكل بوليمر يتألف من عدد من المونومرز. فالمونوساكرايد أو simple sugar هي عبارة عن organic polyhydroxy. فهنا إذا نشوف الستركتشر مال simple والcomplicated simple والcomplex carbohydrates، فنشوف هذا مثلا كexample على simple carbohydrate يكون عبارة عن مونومر واحد، لكن لما يكون أكثر من مونومرز، يعني مثلا هنا اثنين أو هنا مثلا عدة مونومرز، فهذا نسميها بالcomplex carbohydrates. الكومبلكس تحتوي على أكثر من مونومر، لكن السمبل تحتوي على مونومر واحد. بالنسبة للمونوساكرايد أو simple sugars، they are organic polyhydroxyaldehyde compounds made up of carbon, hydrogen and oxygen with an empirical formula of CmH2O by N. إذا المونوساكرايد أو simple sugars، they are organic polyhydroxyaldehyde. Why we call them polyhydroxyaldehyde? Because their structure is made up of more than one hydroxyl group, so they are polyhydroxy. Why they are aldehyde? Because they are composed of a carbonyl group in the periphery. So sometimes they are ketones because their carbonyl group is located in the middle. فبالنسبة للكربوهيدرات، السمبل كربوهيدرات هي عبارة عن مركبات عضوية
تنتمي إلى الألديهايدات وتنتمي أيضا إلى الكحولات المتعددة، يعني هي عبارة عن كحول متعدد وكذلك ألديهايد، ويحتوي على الكربون والهيدروجين والأكسجين. بصيغة جزيئية لازم نحفظ الصيغة الجزيئية هي CmH2O by N. N تشير إلى عدد مرات تكرار الهيدروجين والأكسجين، والM تشير إلى عدد ذرات الكربون. ويجب أنه ما ننسى بالكربوهيدرات بصورة عامة نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين هي 2:1. فهذا الستركتشر، هذا التركيب مال المونوسكرايز او السمبل شوجر، نشوف هي عباره عن حلقه مونومر واحد، تتالف من مونومر واحد اللي هو جزيئه واحده. هذه الجزيئه هي حلقه من الكربون اتومز، هي عباره عن سلسله من الكربون اتومز، عباره it is made up of series of carbons. وايضا هذه السلسله الكربونيه تكون ذرات الكربون متصله باكثر من هيدروكسيل جروب. Several hydroxyl groups are attached to the series of carbons, so they are polyhydroxylated. ليش احنا نسميها polyhydroxylated؟ لانه تحتوي على اكثر من hydroxyl group. ليش تكون aldehydes؟ Because they are composed of peripheral carbonyl, or sometimes they are ketones if the carbonyl group is located in the middle. نعتبرها aldehyde لانه الكربونيل تحتوي على كربونيل في الجزء الطرفي، واحيانا قسم منها تكون عباره عن كيتونات بحيث انه الكربونيل تكون في وسط وسط الجزيئه. بالنسبة للكربوهيدرات، they are composed of 3 to 7 carbon atoms. عدد ذرات الكربون، احنا مو قلنا هذا الام يشير الى عدد ذرات الكربون، الام يكون محدود بالنسبة للكربوهيدرات اللي موجودة بالبيولوجيكال سيستم. هو العدد ذرات الكربون يكون بين الثلاثة، بالنسبة اذا كانت هي مونومر فعددها يكون بين الثلاثة الى السبعة. يعني مثل ما نشوف انه المونوسكرايز اللي هي سمبل شوغرز، عدد ذرات الكربون تتقسم المونوسكرايز او السمبل شوغرز according to the number of carbon atoms into 5 groups. Some of them they contain 3 or 4 or 5 or 6 or 7. لهذا احنا عندنا 5 جروبات، هذه الجروبات قسمناها على اساس عدد ذرات الكربون، وتتراوح عدد ذرات الكربون بالمونوسكرايز بين 3 الى 7. مثلا نشوف هذا المركب الأول يحتوي على 3 كربون أتوم، 2 من عندها متصلة بـ OH وواحدة متصلة بكربونيل. المركب الثاني اللي هو احنا هذا نسميه بالترايوز، تراي يعني ثلاثي، ترايوز اللي هو سكر الثلاثي. بالنسبة القسم منها تحتوي على 4 كربون أتومز، اللي هو مثلا التتروز. Some of them contain 4 carbon atoms such as tetros. And also we see that 3 of these carbon atoms are attached to the hydroxyl group. 3 من عندها تكون متصلة بهيدروكسيل جروب ووحدة بالكربونيل جروب. هنا ايضا عندنا النوع الاخر نسميه بالبنتوز، and pentose contain 5 carbon atoms. البنتوز يحتوي على 5 ذرات من الكربون، 4 of them are attached to hydroxyl group، 4 من عندها تكون متصله بهيدروكسيل جروب، and one of them is a carbonyl carbon or it is a carbonyl group، وواحده منها تكون عباره عن مجموعه الكربونيل، فلهذا نسميه هو polyhydroxyaldehyde. ايضا هنا عندنا some of them contain 6 carbon atoms اللي هي الهكسوز. ال 6 carbon atoms من هكسا يعني هي بادية تشير الى رقم 6. ف some of them they are composed of 6 carbon atoms. Also all the carbon atoms are attached to the hydroxyl group except one of them is a carbonyl group that is composed of carbon oxygen with double bond. كليتها الذرات ايضا متصله بالهيدروكسيل جروب، ولهذا يكون هو polyhydroxylated compound. وهنا نلاحظ انه هذا المركب عباره عن كيتون، اذا كانت هذه كربون هنا فيصير هو عباره عن الديهايد. ايضا some of them are composed of 7 carbon atoms اللي هو الهيبتوز، والهيبتوز ايضا نشوف اكو 7 ذرات من الكربون كلها متصله بهيدروكسيل جروب ما عدا واحده منها هي كربونيل جروب.
هذا بالنسبة للمونوسكرايز. المونوسكرايز هي عبارة عن بولي هيدروكسي ألديهايد كومباوندز، أو قد تكون بولي هيدروكسي كيتونز. الذرات اللي موجودة بالسمبل بالسكريات البسيطة اللي هي كربون وهيدروجين وأكسجين هي عبارة عن سلسلة كربونية تتألف من ترتبط ذرات الكربون بها بهيدروكسيل جروب ما عدا واحدة من ذرات الكربون اللي تكون عبارة عن كربونيل جروب، فلهذا تكون هي بولي هيدروكسي ألديهايد. لها صيغة جزيئية هي CmH2O/N، والM تشير إلى عدد ذرات الكربون الموجودة بها، والH2O تشير إلى عدد تكرار الأكسجين والهيدروجين. نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين ثابتة هي 2:1. عدد ذرات الكربون the number of carbon atoms in the simple sugars is 3 to 7. عدد ذرات الكربون في السكريات البسيطة هي من 3 إلى 7. مثل ما شفنا مثل ما نشوف بهذا الشكل أنه عدد ذرات الكربون أما أن يكون من 3 إلى 7. and according to the number of carbon atoms monosaccharides are classified into 5 groups. إذن حسب ذرات الكربون نتقسم المونوساكرايد إلى 5 جروبات. these groups are trios, tetros, pentos, hexos and heptos. التريوز contains 3 carbon atoms. التريوز تحتوي على 3 carbon atom. التتروز تحتوي على 4. البنتوز تحتوي على 5. الهكسوز يحتوي على 6. والهبتوز يحتوي على 7. ايضا لو نجي الى الرول مالتها، they play an important role in the cellular metabolism and they constitute the building blocks of other complex carbohydrates. اهميه المونوسكرايد بانه تلعب دور مهم بعمليه التمثيل. They play an important role in the cellular metabolism. And as we know that most of the monosaccharides are the fuel of the body. They fuel the body with the energy. هذه المونوسكرايد هي توفر الطاقة إلى الجسم. When they get burned by oxygen, they release ATP. فعندما تحترق بوجود الأكسجين عن طريق عمليات الكتابوليزم، عن طريق عملية التكسير، فهذا حتؤدي إلى تكوين طاقة. هذه الطاقة لأن الأكسجين حيتفاعل مع هذه السكريات ضمن عمليات معقدة وتؤدي إلى تكوين الATP اللي هو مصدر الطاقة. الشغلة الثانية أنه هذه المونوسكرايد أيضاً اللي ذكرناها هي building blocks، هي الوحدة البنائية إلى الكومبلكس كاربوهيدرات. الكومبلكس كاربوهيدرات اللي هي قلنا تكون على شكل بوليمر، لكن السمبل كاربوهيدرات أو المونوسكرايد هي عبارة عن مونومر، لكن هذا المونومر ممكن أنه أمانه يتم تكسيره بالجسم ويتحول إلى طاقة، وهذا يصير داخل الميتوكوندريا، أو أنه يكون كبيلدينج بلوك، يكون كمادة أساسية لتكوين to form more complex polymers، حتى يؤدي إلى تكوين بوليمرات معقدة اللي هي نسميها بالكومبلكس كاربوهيدرات. إذن the function of the monosaccharides, they are sorts of energy and they play a role in the cellular metabolism. Well, the function is ثاني, they act as a building block for the complex carbohydrates اللي هي ممكن أنه تدخل في تركيب السكريات المعقدة. النوع الثاني هي complex sugars. The complex sugars, they are polymeric compounds made up of more than one monosaccharide unit. اللي هي عبارة عن مركبات polymers. إذن هي complex, هي macromolecules, هي polymers. هي polymers. They are made up of, لبين البوليمر, it is made up of more than one monomer. And these monomers are attached by intermolecular forces. إذن البوليمر هو عبارة عن سلسلة من المونومرز مرتبطة مع بعضها بنواصر جزيئية. فالبوليساكرايد هي عبارة عن كومبلكس اللي عبارة عن بوليمرز of polymeric compounds. They are made up of monomers. These monomers are the monosaccharides. فكل واحدة من هذه المونوسكرايد تدخل بشكل متسلسل ترتبط مع بعضها وتؤدي إلى تكوين البوليمر اللي هو يكون الكومبلكس كربوهيدرات.
they are connected together through glycosidic linkage، وهذه أيضا تتحد مع بعضها عن طريق الأواصر. هذه الأواصر نسميها glycosidic linkage. They are so these monomers are connected together. They attach together with through a type of linkage which is called the glycosidic linkage. مثل ما نشوفه هنا as we see here that the polysaccharide which is a complex carbohydrate it is made up of more than one monomer. All of these monomers are identical with each other. فيتكون من أكثر من مونومر واحد وتكون هذه المونومرز متشابهة مع بعضها. And these monomers are connected together by glycosidic linkage. هذه المونومرز ترتبط مع بعضها عن طريق الglycosidic linkage. فمثل ما احنا ذكرنا في السابق قلنا شبهنا البوليمرات هي يعني عبارة عن سبحة روزاري. هذه الروزاري تتألف من بيت وأكل خيط من السبحة. فهنا همين عبارة عن البوليساكرايدز هي عبارة عن بوليمرز. They are made up of lots of monomers. اللي عبارة عن بوليمر يحتوي على أكثر من مونومر. And the monomers are attached together through glycosidic linkage. وهذه المونومرز تتصل مع بعضها عن طريق الglycosidic linkage. فهذا الglycosidic linkage نقدر نعبر عنه هو الخيط من السبحة. البوليساكرايد كله عبارة عن السبحة والمونوساكرايد اللي هي البيتس مال السبحة أو الخرزة مال السبحة. They are classified according to the number of the monosaccharide units. أيضا هذه تقسم الكومبلكس شوغر إلى حسب عدد المونوساكرايد units into disaccharides. Disaccharides من كلمة di. Di معناته اثنين. For disaccharides, they are made up of two sugar units or monosaccharide units, oligosaccharides. Oligo هذه prefix بادئة تشير إلى الرقم من وجود 4 إلى 10. نعم العفو 3 إلى 10. The oligosaccharides they are composed of 3 to 10 monosaccharide units. تتألف الأوليغوساكرايد من 3 إلى 10 monosaccharide units أو من السكريات البسيطة، والبوليساكرايد تتألف من 10 فما فوق من المونوساكرايد units. If we look at this table. We look at this chart. This chart shows the classification of the carbohydrates. The classification of the carbohydrates, as we said before, they are classified into monosaccharides and complex saccharides. And monosaccharides, simple monosaccharide or simple sugars, they are composed of single monomers, while the complex are composed of more than one monomer, so they are polymeric compounds. بالنسبة للكربوهيدرات تتقسم إلى مونوساكرايد اللي هي السكريات الأحادية وإلى السكريات المعقدة. السكريات المعقدة هي عبارة عن بوليمرات تتألف من أكثر من مونومر واحد، يعني سلسلة تتألف من أكثر من مونومر واحد، لكن السمبل هي تتألف سكريات بسيطة تحتوي على مونومر واحد. These simple monosaccharides، قلنا simple monosaccharides as we said before. As we said before, they are composed, هي عبارة عن polyhydroxyaldehydes and they are composed of 3 to 7 carbon atoms. فقسمنا المونوساكرايدز حسب عدد الكربون اتومز من إلى 5 مجاميع. المجموعة الأولى تحتوي على 3، الثانية على 4، الثالثة على 5، الرابعة على 6، والخامسة على 7 كربون أتومز. يعني عدد ذرات الكربون بالمونوساكرايد هو ثابت، يكون من 3 إلى 7. According to the number of carbon atoms, the simple monosaccharides are classified into trios, tetros, pentos, hexos, and heptulos. فقسمنا السمبل مونوساكرايز أما تكون تريوز اللي تحتوي على 3 ذرات كربون، تتروز تحتوي على 4 ذرات كربون، بنتوز تحتوي على 5 ذرات كربون، الهكسوز يحتوي على 6 ذرات كربون، والهيبتيولوز يحتوي على 7 ذرات كربون. مثل ما نشوف هنا المونوساكرايدز they are classified هي عبارة عن مونومرز polyhydroxyaldehydes
تتألف من أكثر من هيدروكسيل جروب and they are classified into five groups تقسم إلى خمس مجاميع and this classification is according to the number of carbon atoms وهذا التقسيم يكون على عدد اعتمادا على عدد ذرات الكربون and they are classified into trios هيتروز بنتوز هيكسوز اند هيبتوز اور هيبتولوز واللي قسمناها الى ترايوز وتتروز وبنتوز وهيكسوز وهيبتوز اعتمادا على عدد ذرات الكربون حيث ان الترايوز contains only 3 carbon atoms تتروز contains 4 carbon atoms بنتوز contains 5 carbon atoms هيكسوز contains 6 carbon atoms اند هيبتوز contains 7 carbon atoms الترايوز يحتوي على 3 ذرات كربون تتروز على 4 بنتوز على 5 هكسوز على 6 والهبتوز 7 ذرات كربون. بالنسبة للكومبلكس كربوهيدرات the complex carbohydrates are classified into disaccharides oligosaccharides and polysaccharides the disaccharides from the prefix di من البادئة di يشير إلى وجود 13 من وجود جزيئتين من السمبل مونوساكرايز يعني أنه تحتوي على 2 sugar units or 2 monomers وهذه نقسمها إلى السكروز واللاكتوز والتريهالوز والمالتوز. بالنسبة للأوليغوساكرايز الأوليغوساكرايز عدد المونومرز اللي موجودة بيها the number of monomers in the oligosaccharides هو 4 إلى 3 إلى 10 وهذه طبعا بطبيعتها تكون عبارة عن مركبات يسموها glycans الأوليغوساكرايز بطبيعته ما يكون متواجد وحده دائما يكون is attached to other groups so they are either ويسموها بالglycans وتكون أما على شكل بروتيوغلايكانز اللي هي أوليغوساكرايز زائدا بروتين أو غلايكوليبيدز اللي هو أوليغوساكرايز بلاس ليبيدز فبالنسبة للأوليغوساكرايز تحتوي على مونومرات تحتوي على من 3 إلى 10 وحدات من السكريات الأحادية الأوليغوساكرايز they are not found as it يعني ما تكون موجودة وحدها دائما mostly they are combined with other group so some of them are combined with a protein وهذا يسموها بالبروتيوغلايكانز أو تكون combined with lipids and these are called glycolipids. البوليساكرايز they are made up of more than 10 مونوساكرايد units. البوليساكرايز تحتوي على أكثر من 10 من المونومرز وهذه تنقسم إلى starch والشيتين والجلايكوجين والسيلولوز والبكتين واللي عبارة عن سلاسل طويلة. ظل عندنا الجدول هذا الجدول يشير احنا افتهمنا شنو الكومبلكس شوغر شنو السمبل شوغرز الكومبلكس شوغر قسمناها الى دايساكرايد اوليغوساكرايد بوليساكرايد السمبل شوغرز قسمناها الى ترايوز تتروز بنتوز هيكسوز اند هيبتيلوز وعرفنا انهم دايساكرايد تحتوي على 2 مونومرز من السمبل مونوساكرايد الاوليغوساكرايد تحتوي على 3 الى 10 مونومرز والبوليساكرايد تحتوي على اكثر من 10 من المونومرز. This table shows all the differences between the monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides, and it is very important to assimilate it, and it is very important to study it very well. هذا الجدول جدا مهم يشير إلى الفروقات بين المونوساكرايد والدايساكرايد والأوليغوساكرايد والبوليساكرايد هذا الفروقات اعتمادا على الكيميكال ستراكتشر على الفيزيكال بروبرتيز على السورس وأيضا الميجر their subclassification and their function فبالنسبة للمونوساكرايد هي عبارة عن مونومرز هي تحتوي على يعني جزيئة واحدة they are monomers. They are composed of. They are not polymeric compound. قلنا البوليمر هو يتألف من عدة جزيئات متسلسلة. لكن المونوساكرايد هي عبارة عن monomers. They are monomers with empirical structure of CmH2O by N. أيضا هذه المونومرز لها صيغة جزيئية هي CmH2O by N. وقلنا C تشير إلى عدد ذرات الكربون وعدد ذرات الكربون دائما يكون من 3 إلى 7. وهذا يشير إلى عدد ذرات الهيدروجين إلى الأكسجين ودائما نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين هي 2 إلى 1 لو نجي إلى المونوساكرايد نشوفها they are soluble in water most of the monosaccharides تكون soluble in water ذائبة في الماء
ليش تكون ذابة في الماء؟ Because all of them, if we look at their structure, we see that they are polyhydroxylated compound. تحتوي على عدد كبير من الهيدروكسيل جروب. So بما أنه بتحتوي بهذا العدد من الهيدروكسيل جروب, so they can form association bonds with water. فممكن إنه تسوي لنا فد intermolecular forces أو تقدر تسوي لنا فد ترابط مع الماء وبالتالي يذوب الماء. يعني حتى أبسط مثال السكروز اللي هو الشكر أو ال الجلوكوز, الجلوكوز اللي هو السكر ممكن انه يذوب بالماء. السورس مالته they are present in most developed and primitive cells. اكثر الخلايا تحتوي على المونوسكرايدز. They are classified into five groups according to the number of carbon atoms. وهذا تتقسم الى خمس انواع حسب عدد ذرات الكربون. هاي الانواع عندنا قلنا الترايوز. ترايوز contain three carbon atoms. الترايوز يحتوي على 3 carbon atoms. الترايوز such as glycerol aldehyde or dihydroxyacetone نوعين, أما يكون glycerol aldehyde أو dihydroxyacetone. والترايوز ممكن نشوفها كintermediate بالكيرب سايكل. إذا تذكرون الستريك أسيد سايكل دورة حامض الستريك, فأكو فد مركبات وسطية تظهر بها كمونوسكرايت اللي هي الترايوزز, واللي تكون أما الجليسيرول الديهايد أو الدايهيدروكسي أسيتون. التتروز اللي هي بها 4 كاربون أتونس, واللي إكزامبل عليها هو الإريثروز والإثريوز. التتروز اللي هي بها 4 كاربون أتوم, وعندنا نوعين هو الإريثروز والإريثروز والإثريوز. البنتوزز عندنا البنتوز والأرابينوز اللي بيها 5 كربون أتومز, وهي تنقسم اكو نوعين من عندها الاكزامبل عليها البنتوز والأرابينوز. والهكسوز اللي هي الاكزامبل عليها الجلوكوز او الفركتوز, اللي هكسوز كونتين 6 كربون أتومز, والاكزامبل عليها هو الجلوكوز مونومر او الهكسوز مونومر. والهبتوز بيها 7 كربون أتوم, والاكزامبل عليها الهبتيلوز. طبعا بالبيولوجيكال سيستم بالهيومن بودي most of the simple sugars are hexoses. يعني أكثر شيء يتعامل الجسم, جسم الإنسان هو يتعامل ويا الهكسوز, ويا الجلوكوز أو ويا الفركتوز. لكن كائنات أخرى مثلا أكو قسم تتعامل ويا البنتوز, أكو تتعامل ويا الأرابينوز, أكو مثلا بالفنجاي نشوف نسبة عالية من الثريوز والإريثروز. نشوف مثلا حتى بجسم الإنسان مثلا أكو ترايوزز, أكو بنتوز, لكن بنسب جدا قليلة. أكثر الشوغرز اللي موجودة بجسم الإنسان هي هيكسوز اللي هو الجلوكوز او الفركتوز. هذا الهيكسوز او الفركتوز اما انه يكون هو كسورس اوف انرجي ويتعرض الى عمليه الجلايكولايزز بروسيس, وبالتالي نتيجه عمليات الكتابوليزم عمليه التكسير حيعطينا طاقه, او انه يدخل بتركيب السكريات المعقده اللي هي الدايسكرايدز او الاوليغوسكرايدز او البوليسكرايدز. نجي على الدايسكرايز. الدايسكرايز they are dimers of two monosaccharides. هذه الدايسكرايز هو هي شنو, هي عبارة عن dimer of two monosaccharides. اثنين من هذه المونوسكرايد حتؤدي إلى تكوين هذا الدايمر اللي نسميها بالدايسكرايز. أيضا الدايسكرايز بطبيعتها they are soluble in water. كphysical properties تكون ذائبة في الماء. They are present in most fruits and grains. موجودة بالفواكه وكذلك بالحبوب. الاكزامبل عليها هو السكروز. السكروز اللي هو سكر الشكر العادي اللي هو يتالف من it is made up of two units glucose plus fructose and this is found in fruits. السكروز يتالف من الجلوكوز زائد الفركتوز, يعني هو عباره عن دايمر. هذا الدايمر وحده من عندها جلوكوز والثانيه هي فركتوز, تتصل مع بعضها تسوي لنا هذا الدايسكرايد اللي اسمه بالسكروز. اللاكتوز هو همين دايمر that is present in milk but it is different from sucrose that it is made up of glucose and galactose. جلوكوز وغلاكتوز اثنيناتهم يتحدون مع بعضهم حيؤدي إلى تكوين سكر اللاكتوز. المالتوز لا, it exists in grains and it is made up of two glucose units. هذا موجود بالحبوب ويتألف من جزيئتين من يتألف من جزيئتين من الجلوكوز. والتشيتوبايوز اللي هي تشيتوبايوز
اللي هو يتألف من 2 جلوكوز أمين مونومرز اللي هي هنا جلوكوز متصلة بأمين جروب، ف2 جلوكوز أمين مونومرز يعطينا تشيتوبايوز وهذا موجود بالإنسكتس. فإذا السكريات الثنائية أما أنه تكون هذا السكر الفواكه اللي هو السكروز وهو هذا الشكر العادي اللي نحن نستعمله بالشاي، فهذا بجلوكوز وفركتوز. وأيضا اللاكتوز، اللاكتوز موجود بالحليب وبجلوكوز وياه متصلة بجلاكتوز. والمالتوز اللي موجود بالشعير وموجود بالحبوب واللي يتألف من 2 مالتوز يونتس. والدايسكرايز طبعا هذه تتكسر بالجسم تعطينا مونوسكرايز، والمونوسكرايز هي تعتبر كسورس أوف إنرجي، كمصدر إلى الطاقة. الأوليغوساكرايز تختلف عن الدايساكرايز، they are polymers of 3 to 10 monosaccharides. يعني هنا كان بالدايساكرايز 2 monosaccharides أعطتنا دايساكرايز، هسه هنا أوليغوساكرايز لا، الأوليغو بها من 3 إلى 10 monomers، يعني هي عبارة عن سبحة قصيرة بها 3 إلى 10 خرزات، يعني it contains 3 to 10 monomers. هذه المونومرز شنو؟ هي عبارة عن monosaccharide units. شوف هنا صار المركب معقد، يعني زادت عدد ذرات، زادت عدد الجزيئات، صار الذوبان مالته معقد، مو مثل الدايسكرايد والمونوسكرايد اللي كانت جزيئات بسيطة كان ذوبانها أفضل. So oligosaccharides are more complicated than monosaccharides and disaccharides because they are composed of higher bulkness. It contains more bulky groups. It is more bulky. لأنه نشوف أنه الأوليغوساكرايد bulky، يعني تحتوي على جزيئات أكبر. So they are sparingly soluble in water. فلهذا نشوف أن ذوبانها يكون صعب بالماء، ذوبانها يكون قليل بالماء. It is suspendable in water but it is sparingly soluble in water. ما تذوب بالماء، ما تؤدي إلى تكوين clear solution. يعني أنت تجيب مثلا الجلوكوز تحطه بالماء يصير عندك clear solution. لما نجيب مثلا سكروز تحطه بالماء يصير عندك كلير سوليوشن، لكن اذا جبت اوليغوساكرايد او بوليساكرايد حطيته بالماء ما يعطيك كلير سوليوشن، يعطيك سسبنشن، يعطيك معلق. ليش؟ لان تكون سسبندبل بات نوت سوليبل ان ووتر، قابله انه تطوف بالماء لكن ما ممكن انه تذوب بالماء. طبعا اكثر الاوليغوساكرايد هي جلايكان، قلنا ذرات الجلايكان هذه مهمه بالجسم، لها وظائف كثيره بالجسم، والجلايكانز بصوره عامه ما تكون وحدها، اما انه تكون مرتبطه ببروتين او مرتبطه بفات ويسموها اما بروتيوغلايكان او جلايكوليبيدز. الجلايكو بروتينز بروتيوغلايكانز او الجلايكوبروتين هي عباره عن اوليغوساكرايد اتاش تو بروتين، هي عباره عن هذا الأوليغوساكرايد متصل ببروتين. They are relevant as antibodies or adhesion molecules. وهذه طبعا الجلايكوبروتينز بطبيعة أمها أنه تكون عبارة عن adhesion bodies, adhesion molecules أو antibodies. Antibodies هي الأجسام المضادة، والadhesion molecules هي الجزيئات اللاصقة اللي تساعد على التصاق الخلايا بالأنسجة، وهذه أيضا بطبيعتها لازم تكون أوليغوساكرايد. بالنسبة للجلايكوليبيدز اللي هو أوليغوساكرايد، they are composed of أوليغوساكرايد plus lipids. الجلايكوليبيدز هي بيها أوليغوساكرايد، والأوليغوساكرايد هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن polymer of 3 to 10 monomers of monosaccharides اللي هي يتألف من 3 إلى 10 من السكريات الأحادية، سلسلة بها 3 إلى 10 من السكريات الأحادية. هاي السلسلة ما تتواجد وحدها، لو ترتبط بليبيد لو ترتبط ببروتين. إذا ارتبطت بليبيد بذاك الوقت يسموها جلايكوليبيد، and these are relevant as receptors. الريسبتر اللي هي المستقبلات، يعني مثلا أكثر المستقبلات الموجودة بالجسم هي عبارة عن جلايكوليبيد. أكثر مثلاً الأجسام المضادة بالجسم أو أكثر الأدهيشن مولكيول الجزيئات اللاصقة بالجسم هي عبارة عن جلايكوبروتينز. ظل عندنا البوليساكرايد، البوليساكرايد هي عبارة عن polymers of more than 10 monomers. هنا البوليساكرايد هي عبارة سكريات معقدة تتألف من 10 فما فوق من السكريات الأحادية، هي عبارة عن بوليمرات معقدة تتألف من اتحاد 10 فما فوق من السكريات الأحادية. مثل ما نشوف هنا بالشكل نشوف أنه البوليساكرايد they are composed of more than 10 monosaccharide monomers، فلهذا تكون عبارة عن سلسلة معقدة. هذه البوليساكرايدز، the series of polysaccharides, they are composed of more than 10 monomers and these monomers are attached together
باي وات باي جلايكوسايدك لينكج. هذا قلنا الخيط مال السبحه اللي يربط المونومرز يربط الخرز فيما بينهم بالنسبه الى السلسله مال البوليسكرايد هو جلايكوسايدك لينكج. المونومرز كل وحدين عبر عنها كانه هي خرزه مال الروزاري وبيناتهم اكو جلايكوسايدك لينكج. البوليسكرايد مركبات نشوفها معقدة so they are also sparingly soluble in water. فبالنسبة للذوبان البوليسكرايد والأوليغوسكرايد كجزيئات معقدة they are sparingly soluble in water, لكن المونوسكرايد and disaccharides they are simpler molecules so they can dissolve in water or they are soluble in water. لكن المونوسكرايد والدايسكرايد السكريات الأحادية والثنائية تكون تركيبها أبسط فبذلك ذوبانها بالماء يكون أفضل. البوليسكرايد they exist in most of the plants and animals. الإكزامبل عليها موجودة بالبلانت والأنيموس. الإكزامبل عليها الستارج. الستارج هو النشا, هو الستورج فورم اوف كاربوهيدرات ان بلانتس, واللي هو تخزين النباتات تخزن دائما الكربوهيدرات على شكل ستارج. والستارج هو النشا, مثل ما تجيب النشا تحطها بالمي ما يذوب, لكن تجيب الشكر تحطها بالمي يذوب, لان الشكر ليش يكون دايسكرايد, لكن النشا هو عبارة عن بولي سكرايد. الجلايكوجين هو الستورج فورم اوف كاربوهيدرات ان انيمالز, بالحيوانات يعني بالنبات, النبات يخزن الكربوهيدرات على شكل ستارج على شكل نشا, لكن الانيمالز ايضا تخزن الكربوهيدرات على شكل جلايكوجين, لكن وين تخزنها؟ مو بكل الخلايا, فقط بالليفر وبالمسلز اوف انيمالز. فلهذا تشوف مثلا نسبة الجلايكوجين بالعضلات مال البادي بيلدرز مال يعني حاملين الاثقال تكون نسبة الجلايكوجين بيها عالية. ليش؟ لأنه هاي الخلايا أثناء البناء تبدي تبني كميات أكبر من الجلايكوجين في داخل العضلة, هاي طبعا بالإضافة للألياف العضلية. أيضا عندنا الشيتين. الشيتين هو الإنسكت سيل وول. الشيتين هو يشكل لنا الغلاف الجدار الخلوي. الجدار الخلوي تعرف انه النباتات محاطه بجدار خلوي, فبالنسبه او حتى الحشرات خلاياها تكون محاطه بجدار خلوي, فماده الشيتين هي موجوده بالانسكت سيل وول. طبعا هذا الشيتين لها بدأت تدخل بالبايوتكنولوجي وتدخل بالصناعات التكنولوجيه, وحتى قاموا يدخلوها ايضا بصناعات الاجهزه الطبيه. ايضا عندنا السليلوز او البكتين. السليلوز والبكتين هو السيل وول اوف ا بلانت. السليلوز هو يشكل الجدار الخلوي للنباتات, وطبعا السليلوز ما يذوب بالماء, سبارينجلي سوليبل ان ووتر. السليلوز هو عباره عن بوليمر من المونوسكرايد, اللي بوليمر معقد من المونوسكرايد باكثر من 10 من هذه المونومرز ويشكل السيل وول. طبعا السليلوز ايضا هو indigestible, يعني ما يتعرض الى الهضم, فمرات يعني اهميته انه يدفع المواد الغذائيه خلال القناه الهضميه, فلهذا مرات بحالات الامساك انه ينطون السليلوز.